حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما نشر في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد أهم العناوين. نبدأ من صحيفة الزمان. ربط كهرباء العراق بالخليج وفتح المنافذ يرافقان زيارة الكاظمي إلى السعودية. في العرب اللندنية، جواد ظريف في بغداد، التأثير في زيارة الكاظمي للرياض. وفي الهيئة نت، قتل ضابط كبير في الجيش الحكومي بهجوم مسلح شمالي بغداد. في صحيفة العربي الجديد، قتلى من الميليشيات الإيرانية بغارة جوية شرقية سوريا. في القدس العربي، قائد القيادة المركزية يؤكد بقاء أمريكا بالشرق الأوسط. ومن صحيفة الشرق الأوسط نقرأ، إيران تفريق مظاهرة في خوزستان احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية. في صحيفة الاتحاد الإماراتية، واشنطن لا تستبعد تراجع نتنياهو عن ضم أجزاء من الضفة الغربية. في العراق بعد عام 2003 صارت مسألة البقاء على قيد الحياة من أقصى التحديات، وقد وصلت مراحل الصراع أحيانا إلى نهايات مأساوية ختمت بالقتل أو التهجير أو المطاردة أو الاعتقال أو غيرها من الأساليب والنهايات المليئة بالآهات والدم والألم. جاسم الشمري كتب في موقع عربي 21 عن عالم السجون المرعبة في العراق. هناك عشرات الآلاف من السجناء والمعتقلين الذين يعانون من حرقة التهم الكيدية وآهات التعذيب المستمر حتى بعد صدور الأحكام النهائية بحقهم، وكذلك المتاجر بقوتهم داخل السجون عبر وسطاء تابعين لأحزاب حاكمة. والأدهى من كل ذلك هو الإهمال الصحي، وبالذات مع تفشي فيروس كورونا في العديد من السجون والمعتقلات. وعالم السجون العراقية الغامض والشائك يبدأ من لحظة الاعتقال مروراً بمراحل التحقيقات الكيدية وصولاً للحكم النهائي، ثم مراحل ما بعد الحكم والمتمثلة بالأوضاع المأساوية للسجناء وبمواعيد الزيارات غير الثابتة وفي سجون بعيدة جداً عن سكن عوائل السجناء. وفي هذا الملف الخطير، ذكر المرصد الدولي الحقوقي أن آلاف السجناء يعيشون في أوضاع مزرية في ظل تأخر حسم قضاياهم، وأن تفشي فيروس كورونا في العراق يشكل خطراً إضافياً على حياة المعتقلين، خاصة وأن السجون تفتقر لأدنى مقومات ومتطلبات الرعاية الصحية اللازمة. وفي مشهد مؤلم بعيد كل البعد عن القيم الإنسانية، نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس الماضي شريطاً مصوراً يظهر مجموعة نساء من ذوي المعتقلين بتهمة 4 إرهاب في سجن التاجي شمالي بغداد، وهن يقفن تحت أشعة الشمس الحارقة ويطالبن رئيس الحكومة والبرلمان بتفعيل قانون العفو العام. وأضاف الكاتب أن السجناء والمعتقلين ينتظرون بريق الأمل ولحظة بعث الحياة مرة أخرى بخروجهم من المقابر التي تسمى زوراً وبهتاناً دوائر إصلاحية. فمن يمكنه إذن حسم ضياع هؤلاء المواطنين ما بين الحياة والممات؟ أكد صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن العراق يحرق أكثر من نصف الغاز الطبيعي الذي تنتجه حقوله، بينما يستورد الغاز من إيران لتوليد الطاقة. وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الأضرار التي تنجم عن حرق هذه الكميات من الغاز ينتج عنها مواد كيميائية قادرة على التسبب بأمراض كثيرة، منها الربو وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان. بحسب الصحيفة، فإن الكميات التي يحرقها العراق من الغاز تتجاوز جميع دول العالم باستثناء روسيا، ويمتد تأثير المواد الملوثة الناجمة عن حرق الغاز إلى الهواء والأرض والمياه،
ما يساهم كذلك بتسريع التغير المناخي ويؤثر على الحياة النباتية والحيوانية. وتشير الصحيفة إلى سكان قرية نهران عمر جنوبي العراق، والذين يقصد عدد منهم مزاراً شيعياً يضعون فيه مغلفات تحوي صور أشعة وتقارير طبية وشهادات وفاة لذويهم. وتقول الصحيفة إن سكان القرية الذين أتوا ليصفوا البؤس الذي يقولون إن سببه احتراق الغاز والمواد الكيميائية المتسربة من آبار النفط في قريتهم، كان لكل منهم ابن مريض أو زوجة تحتضر أو شقيق أو شقيقة مريضة. وتشير الصحيفة إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تقول إن كمية الغاز التي يشعلها العراق كافية لإمداد ما لا يقل عن 3 ملايين منزل بالطاقة. وتضيف الصحيفة أن العراق لطالما استورد الغاز من إيران بشكل كبير لإمداد محطات الطاقة المعتمدة على الغاز في إنتاج الكهرباء صيفاً، لافتة إلى أن العراق يقوم بإحراق الغاز بكم هائل رغم النقص المزمن الذي يعانيه في الطاقة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي يعيشها الكثير من المواطنين في العراق. وأضافت الصحيفة أنه كان من المتوقع أن يستثمر العراق 10 مليارات دولار في مشروعات نفط وغاز من أجل إنهاء اعتماده على إيران في غضون 4 سنوات، ومع ذلك لم يحرز أي تقدم في تلك المشروعات. لا يجوز أن نظل متفرجين كلما جاء للعراق رئيس حكومة جديد يقوم بزيارة السعودية على أمل أن يعود بالخير الوفير للبلد، وتذهب زيارته سدى. فاتح عبد السلام رأى في صحيفة الزمان أن العلاقة بين العراق والسعودية باتت حقل تجارب لكل رئيس وزراء جديد في العراق. في العام 2018 كان هناك اندفاعة في العلاقات العراقية السعودية، لكنها ظلت في حدود نظرية، والسبب كان وربما لا يزال في ثقل التأثير السياسي الإيراني بالعراق وإخفاق الحكومة العراقية في ذلك الوقت في الإفاء بوعودها في أن المصالح العراقية ستكون مقدمة على التنافس الإيراني السعودي في المنطقة. اليوم يقترب موعد زيارة رئيس الحكومة إلى الرياض، ونسمع أن الحال تبدل وأن التوقيع على الاتفاقية سيكون أمرا جديا في التنفيذ. لقد تأخرت العلاقات العراقية السعودية كثيرا، ولم تهتم الولايات المتحدة التي كانت تحتل العراق سنوات عدة في دعم هذا المفصل من علاقات العراق الخارجية. وقيل أمس إن واشنطن تدعم الربط الكهربائي العراقي الخليجي المزمع إقامته في مشروع جديد، لكن لا أحد يتساءل لماذا لم تدعم واشنطن العراق في ملف الكهرباء وهي تراه يغرق سنوات في الظلام؟ هل السبب هو سيطرة أتباع إيران على الحكم في بغداد كما يقال جزافاً؟ لا يمكن تصديق ذلك، لأن ترتيبات وضع إيران في العراق مرت من أمام الأمريكان في خلال أكثر من 7 سنوات من احتلالهم البلد، وكان بإمكانهم ألا يسمحوا بالمعادلة تسير في هذا الاتجاه. أضاف الكاتب أن المسألة لا يمكن أن تكون حقل تجارب واجتهادات قد تصيب وقد تخيب في ملف معروف ومجرب أكثر من مرة. العراق سيكون وحده قادرا على ضبط تلك العلاقات إذا توفرت له إرادة حكومية غير دليلة لزيارة تلك القضية أو للميليشيات. لم يتضح حتى الآن ترتيب جدول زيارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في أول جولة خارجية له منذ تسنمه المنصب في 6 من أيار الماضي، تشمل كلا من طهران والرياض وواشنطن. صحيفة اندبندنت عربية ترى أن الجانب الإيراني يظهر اهتماما بالغا في الحصول على صدارة هذه الجولة، ولعل إيران ستشعر نوعا من الحرج إن أقدم الكاظمي على بدء جولته الخارجية من دولة غير إيران من محاور الصراع الإقليمي الدائر. زيارات الكاظمي المرتقبة قد تكون أكثر أهمية بالنسبة إلى طهران،
نظرا إلى كونها تسبق استكمال الحوارات الاستراتيجية في واشنطن، على الرغم من تقليل بعض المراقبين من أهمية ترتيب تلك الزيارات، إلا أن الأجواء في طهران لا تبدو بهذا الشكل، إذ تكشف وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن اهتمام طهران البالغ في هذا السياق، إذ نقلت الوكالة الرسمية إيرنا خبراً جاء في نصه إن زيارة الكاظمي إلى طهران ستسبق زيارة واشنطن، الأمر الذي يعده مراقبون بحثاً إيرانياً عن نصر معنوي، ويكشف عن شكل التوجس والقلق الإيرانيين من تحركات الكاظمي الأخيرة. استبق الكاظمي زيارته إلى طهران بحملة غير مسبوقة على المنافذ الحدودية في محاولة لضبطها وإبعادها ولو مؤقتاً عن متناول يد الفصائل المسلحة، وفي مسعى ربما لإحراز نقطة قوة في سياق المفاوضات مع طهران ترتكز على رفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين مقابل ضبط تلك الفصائل. بالتزامن مع تلك الحملة يراقب صانع القرار الإيراني بتخوف هذا الحراك، إذ أطلق رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي سلسلة من التصريحات المتوجسة اتهم فيها الصهاينة بمحاولة التأثير في التبادل التجاري بين العراق وإيران. وبحسب الصحيفة فإن حالة القلق الإيرانية من تحركات الكاظمي في سياق ضبط المنافذ الحدودية وقضية ربط الطاقة مع دول الخليج قد تسهم في الضغط على طهران لإعادة صياغة تفاهمات جديدة بين الجانبين. ويرى مراقبون أن هناك انشقاقات داخلية واسعة تشهدها الساحة السياسية الإيرانية بشأن جدوى التدخلات الخارجية، الأمر الذي قد يستثمره الكاظمي لصالحه. في أيام معدودات دمر ما قضت إيران سنوات طويلة في إنشائه وأنفقت عليه أموالا طائلة. لو أنها لا تزال موجودة لما وصل تومان الإيراني لوضعه الرث الحالي، ولغزت إيران باستثماراتها المالية العالم. هكذا ذكر فاروق يوسف في صحيفة العرب اللندنية، الذي أكد أن العقلية المهووسة بالتسلح جريا وراء شعار تصدير الثورة فتحت شهية الإيرانيين لتطوير برامج التسلح تحقيقا لرغبتهم باستعادة الإمبراطورية الفارسية. لقد لعب الاتفاق النووي الذي ضغط باراك أوباما من أجل إنجاحه الدور الأكبر في دفع إيران إلى حافة الهاوية. حصلت إيران على أموال هائلة لقاء توقيعها على الاتفاق الذي لم يكن خامنئي راغبا في التوقيع عليه. وكما كان متوقعا فقد استعملت إيران تلك الأموال في توسيع مشاريع التسلح، وهنا كان مقتلها. طبعا لم يشعر الإيرانيون أنهم يرتكبون الخطأ الذي ارتكبه الاتحاد السوفيتي من قبل، حيث ترك يهرول وحده لاهثا إلى أن سقط. لم تسمح فكرتهم عن حربهم ضد العالم لهم بلحظة تأمل لمراجعة مسارهم السياسي الذي لو تمكنوا من تصحيحه لما احتاجوا إلى ذلك العناء، ولما أنفقوا أموالهم عبثا في مجال سيظل الغرب متفوقا عليهم فيه. لم يكن الإيرانيون مضطرين إلى إقامة منشئاتهم النووية ومصانع الصواريخ الباليستية لو أنهم أعادوا النظر في سياساتهم الخارجية والتفتوا إلى الداخل الإيراني الذي ترك مهملا. مقابل كل خطوة جديدة في مشاريع التسلح كان هناك شيء أساس في الحياة الإيرانية ينهدم، ولم يكن ذلك مصدر إزعاج لمخططي السياسة في إيران، ذلك لأنه لا يدخل في حساباتهم الاستراتيجية التي ظنوا أنها ستصمد ما دامت مصانعهم قادرة على إنتاج الصواريخ الباليستية وسواها من الأسلحة. وأضاف الكاتب أن إيران لن تستعيد قدرتها على التسلح بعد أن تقطعت السبل بين مصانع تسليحها. إنها اليوم دولة عاجزة عسكريا، وما يمتلك الحرس الثوري من سلاح قد لا يكفي ليوم واحد من حرب ستسحقها. لقد وصلت إيران إذن إلى حافة الهاوية بحسب رأي الكاتب، ولم يعد أمامها سوى الاستسلام.
ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن واشنطن أخفقت في فهم سبب تفشي النفوذ الإيراني في لبنان والتدابير اللازمة ليوقفه، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها البلد وتزايد احتمالات الانزلاق نحو الصراع الداخلي. وترى المجلة أن ما عاشه لبنان من اضطرابات واغتيالات واحتلال وهشاشة اقتصادية على مدى عقود لم يكن بالسوء الذي يشهده البلد حاليا، إذ لم يعد بإمكان اللبنانيين حتى أن يحلموا بغد أفضل. المجلة ترى أن سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن ضد إيران وحزب الله لا تساعد بتاتا في تحسن الوضع، وترتد انعكاساتها مباشرة على لبنان واللبنانيين، فقد باتت البنوك بلا أموال، واضحى انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة بيروت أمرا شائعا، وانخفض الحد الأدنى للأجور من حوالي 450 دولارا شهريا إلى 80 دولارا. وتؤكد المجلة أن الولايات المتحدة كلما زادت ضغوطها على لبنان أتاحت فرصا أكبر لإيران لممارسة سلطتها والتأثير على دولة في طور التفكك، الأمر الذي لن يتم بالضرورة عن طريق الحكومة الإيرانية بل من خلال حزب الله. لكن مع تحول لبنان بشكل متسارع إلى دولة فاشلة، باتت فكرة إنشاء اقتصاد موازن لهذا البلد الخاضع للعقوبات تكتسب زخما، كما أن طهران يغريها هذا الخيار رغم ما تعانيه من صعوبات اقتصادية. وترى المجلة أنه برغم ذلك هناك خيارات قد تسهم في احتواء النفوذ الإيراني المتزايد، حيث بإمكان مقاربة أمريكية مختلفة بشأن معالجة الصراع العربي الإسرائيلي أن تساعد، كما أن صفقة جديدة بشأن ملف إيران النووي قد تنقذ لبنان وتحدث انفراجا في علاقات واشنطن وطهران مستقبلا. هذا وأضافت فورين بوليسي أن التضييق على لبنان وخنقه سيغري الجميع لاختيار السبيل الأسهل، وهو الهروب وترك لبنان يسقط في براثن المجهول، لكن الدولة اللبنانية وعلى عكس الأفراد لا يمكنها الهروب من نفسها. أعلن فريق من العلماء في جامعة تورنتو بكندا أن كمامة وجه من صنع شركة كندية قادرة على تعطيل فيروس كورونا المستجد بحسب ما نشرته صحيفة البيان الإماراتية. ذكرت شركة تريوميد التي صنعت هذه الكمامة أن السطح الخارجي للكمامة يحتوي على طلاء قادر على قتل 99% من الفيروس في غضون دقائق. هذا واخضع الباحثون في الجامعة الكمامة لاختبارات مكثفة وخلصوا إلى أنها تعمل على تعطيل الفيروس وتحييده. وقال الرئيس التنفيذي لشركة بير جان ميسييه إن الكمامة التي تعد الأولى من نوعها في العالم أثبتت أنها قادرة على تعطيل كورونا وحماية الجهاز التنفسي. وأضاف أن الشركة أنفقت ملايين الدولارات وسنوات لتطوير هذه التكنولوجيا التفاعلية المضادة للميكروبات، وتتوفر هذه الكمامة الجديدة للبيع بثمن 7 دولارات كندية، أي ما يعادل 5 دولارات أمريكية. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد في رعاية الله.